ننتقل في الذاكرة مع مرشدنا السياحي وعاشق مصر الأستاذ بسام الشماع، اللقاء الصباحي كل يوم اتنين بنقول صباح الخير يا فندم. صباح النور على مصر العظيمة. مصر التي لا نعرفها، فقرتنا الثابتة مع حضرتك، والنهاردة بتختار لنا مكان جميل من مصر الجميلة. لو رحنا لمحافظة البحيرة الجميلة ورحنا منطقة هناك اسمها كوم الحصن، هنفاجأ بمفاجأة تاريخية جميلة جدا، ويمكن تفاجئ أكتر الناس اللي بيسمعونا دلوقتي. كوم الحصن تم اكتشاف فيها لوحة حجرية. اللوحة الحجرية ديت لما بدأوا العلماء يقروا النص اللي منقوش عليها، هي أولا معمولة من الحجر الجيري، وهي كمان حوالي 2 متر، وكانت حالتها وما زالت حالتها ممتازة جدا من الحفظ. لما تم دراسة النصوص المنقوشة لقوا ان هي تشبه النصوص بتاعت لوحة رشيد الحجرية. لوحة رشيد الحجرية اللي احنا بنسميها حجر رشيد، أي. بس هي الحجر هو اللي احنا بنقطعه من المحاجر، لو نقشنا عليه بيبقى لوحة، فالتسمية اللي انا شايفها اصح يعني من حجر رشيد هي لوحة رشيد الحجرية. ده مفاجأة كبيرة جدا في التاريخ. ليه؟ لان اول حاجة احنا مكناش عارفين ان النصوص ديت مكررة او شبه بعض، يعني كنا فاكرين ان لوحة رشيد الحجرية ديت هي بتبقى لوحة واحدة او نص واحد. اتاري ده نص دباجة كان بيتكرر مع الملوك الحكام اللي كانوا بيحكموا من الاسكندرية اللي احنا بنسميهم البطالمة. ولوحة رشيد الحجرية دي بتاعت بطولموس او بطلميوس الخامس. فلما جم بصوا على الاسم اللي منقوش على لوحة كوم الحصن بتاعت البحيرة، لقوا ان هو بطولموس الثالث. يعني معنى كده ان اللوحة ديت، لوحة كوم الحصن دي، اهم من لوحة رشيد الحجرية. وبما ان لوحة رشيد الحجرية الانجليز واخدينها وحاطينها في متحف البريطاني في لندن، مش عايزين يرجعوها لنا، فانا قلت طيب ما احنا نطلع لوحة كوم الحصن اللي هي موجودة الان في المتحف المصري بالتحرير، المتحف العظيم ده، ولو طلعناها على مدخل المتحف وبدأنا نعلن عنها في العالم، لان في ناس مش هتبقى عندها فكرة ان اللوحة دي موجودة، يبقى اذا نمره واحد اقدم من لوحه رشيد الحجريه، لان بطولمس الثالث اقدم من بطولمس الخامس. تاني حاجه اكمل، لان هي في حاله حفظ شبه ممتازه، اما عن لوحه رشيد الحجريه في لندن اللي هي في المتحف البريطاني فيها مكسره ومش مكتمله، لكن ديت مكتمله. وبرضه طب بس بتاخد نفس الاهميه، احنا عارفين طبعا حاجه رشيد او لوحه رشيد تم فك رموز ال أيوة. حضرتنا المصرية من يعني خلالها. هي ساعدت النص بتاعها ساعد، لان هي كان فيها 3 كتابات هيروغليفي، وديت الكتابه بتاعت الملوك والرموز اللي كان بيطلق عليها الرموز المقدسه، وكمان كان فيها الكتابه اليونانيه، وكمان فيها الكتابه بتاعت الناس اللي ماشيه في العامه والشعب. يبقى اذا نفس القصه دي اتكررت في كوم الحصن، لكن الفرق بين الاثنين ان كوم الحصن اقدم واكمل، وطبعا كوم الحصن اكبر. كمان كوم الحصن متميزه بان فوق في اعلاها في منظر لعدد من الارباب والرباط الاسطوريين اللي المصريين في وقتها كانوا والبطالمه وقتها ذكروهم. يبقى اذا عندنا مميزات كتيره جدا تاريخيه وحضاريه في لوحه كوم الحصن. واخيرا هقول لكم بقى ان كوم الحصن دي، التسميه ديت ليها برضو قصه طريفه قوي، ممكن برضو تساعدنا في ان احنا نسوق حضاريا وتاريخيا لهذه اللوحه العظيمه اللي موجوده في المتحف المصري بالتحرير. ولكن للاسف هي موجوده، يعني ما فيش عليها اشاره مثلا او سهم مثلا او حاجه، بحيث الناس الزوار يعرفوا هي فين. هي موجوده لو حضراتكم دخلتم يمين في شمال، لو دخلتوا المتحف المصري يمين في شمال، وبعدين تشوف الغرفه الثانيه على الشمال. لكن هي الحقيقه محتاجه ان يتقال للناس ان اللوحه دي جوه. اما عن كلمه الحصن، ففي ناس قالت ان الحصن، لان هناك لما لقوا الاثار اللي موجوده وكده فشبهوها بالحصن او بالقلعه، وبالتالي اطلق عليها كوم الحصن. وكمان في ناس تانية قالت، ودي النظريه اللي انا شايفها اقوى،
ان المعبد اللي كان هناك كان مكرس لربة الجمال الأسطورية المصرية، وبما ان الجمال هو الحسن فأطلق عليها كوم الحسن، زي الحسن والجمال يعني. أيوه ومن أيوه الحسن بقت الحصن، حتى تسمية جميلة ولها قصة طريفة جدا. قد ايه بنبقى سعداء واحنا بنسمع حضرتك يا استاذ بسام كل اسبوع، ويعني ارتباطنا الحقيقه بمصر وبجمال مصر بيزيد. استاذ بسام الشماع بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي على خير مع حضرتك الاسبوع القادم باذن الله.